السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى مع دروس بسيطة وسهلة وسريعة وشروحات مفيدة كما شاهدتم في العنوان، طريقة لتثبيت أو تنصيب الويندوز 10 أو غيره من الهارد ديسك نفسه بدون دي في دي أو يو اس بي أو غير ذلك. كيف نقوم بذلك؟ بسرعة سأتطرق إلى الخطوات. سنقوم بإنشاء قسم جديد صغير حوالي 10 جيجا هنا، ونضع فيه ملف الويندوز، ثم نربط النظام مع هذا البرنامج ايزي بي سي دي ليتم الإقلاع مباشرة في هذا القسم الجديد. فسنمر الآن إلى الشرح. أولا، إن لم تشترك في القناة يمكنك الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من إشعارات وفيديوهات جديدة في القناة. لتنفيذ هذه الخطوة نحتاج إلى هذه الثلاث أمور: نسخة لويندوز 10 آخر نسخة، وهذه الأداة للحصول على آخر نسخة من موقع مايكروسوفت، تجدون روابط تحت الفيديو كالعادة. فهنا يمكنك تحميل هذه الأداة. وفي الأخير برنامج، هذا البرنامج هو الذي يقوم بربط كل شيء مع بعضه ليعمل بشكل جيد. نقوم بتحميل أول آخر نسخة ويندوز 10 بالضغط على هذه الأيقونة. تظهر لك هذه النافذة، تقوم باختيار Accept، ثم في هذه الخطوة تختار خيار ثاني ثم Next. فبالنسبة للغة لا يهم أن تختار الآن، لأنك يمكنك تعديل اللغة وتغييرها كما تريد فيما بعد. هنا 10 أكيد، وهنا تجد نوعين، نواة 32 ونواة 64، ويمكنك تحميل الاثنين في ملف واحد، ثم تختار Next. هنا تختار إن كان لديك USB، طبعا لن نحتاج هذه الطريقة، نحتاج ملف ISO. تختار خيار ثاني ثم Next. يتم بعدها تحميل الملف. كما شاهدتم تحمل الملف حوالي 3 جيجا ثم تعمل عليه. بما أني لدي نسخة، هذه النسخة وفيها كل الملفات الخاصة بهذه النسخة، نسخة ويندوز 10. الآن نمر إلى طريقة العمل عليها. أول خطوة نذهب إلى ديس كمبيوتر وماي كمبيوتر، ثم نختار مانج، ثم بعدها في هذا المكان نختار ديسك مانجمنت. كما تشاهدون هنا تظهر لك كل الأقسام الموجودة في الهارد ديسك والقرص الصلب سي دي إلى غيرها. يجب علينا الآن إنشاء قسم جديد. نختار مثلا من هذا القسم دي، فحجمه كبير وفيه فراغ 250 جيجا، نختار حوالي 10 جيجا نحتاج. كليك يمين عليه فتظهر لك هذا القائمة، تختار Shrink Volume. ننتظر بعد الثواني. هنا نختار، قلنا 10 جيجا فقط، نختار 10,000 ثم Shrink. تم إنشاء القسم، هذا هو القسم. فما علي الآن إلا الضغط على كليك يمين New Symbol Volume، ثم Next. كما شاهدتون في هذه الخطوة يصبح اسمه Ash Next. فهنا يمكنني تسمية الفوليوم، نسميه Repair أو Windows 10، ثم Next، ثم Finish. الآن تم إنشاء القسم. كما شاهدتم اسمه Arch. نقوم بالذهاب إلى My Computer ونجد القسم الجديد، هذا هو، وحجمه حوالي 10. ماذا سنفعل الآن؟ سقوم بفتحه ثم نعود إلى ذلك الملف الذي لدينا هو Windows ISO. نقوم بحمل أو نسخ هذه، أخذ نسخة من هذه الملفات ونضعها في هذا المكان. الآن بعد أخذ نسخة من هذه الملفات في البارتيشن الجديد، نمر إلى الخطوة الثالثة وهي تحميل هذا البرنامج ايزي بي سي دي. تجدون موقع الخاص به تحت الفيديو، هذا هو. تقوم بتحميل النسخة المجانية.
هذه النسخة المجانية، تقوم بالضغط هنا ثم تحصل على النسخة التي تريد بوضع اسمك بوضع اسمك هنا والإيميل ثم داونلود، فتحصل على هذا النسخة المجانية. نقوم الآن بتثبيتها، كليك يمين، كليك دبل كليك، ثم نيكست 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 انستال، لا تغير شيء. مباشرة تقوم بفتح رن رن بي سي دي، هنا تختار انجليز ليوم انجليزي او اي لغة، تصل الى الواجهة الخاصة بهذا الملف. الان ما علينا الا اختيار هذا اد نيو انتري، ثم في هذا المكان تختار في الاسفل تختار وين بي او ويندوز، ثم تقوم بالذهاب الى عبر هذا البات او هذا المسار الى ذلك البارتيشن الذي قمنا بانشائه اش، ثم سورس، داخل سورس تقوم بالبحث عن بوت دوت ويم، ثم تختار اوبن، ثم الضغط على اد انتري. بعد الانتهاء تقوم بالعودة الى هذه القائمة، هنا يقول لك ان تم نجحت العملية، تعود الى edit boot menu، ففي هذا المكان تقوم بتعديل الكلمة التي ستظهر مع ويندوز 10 الاصلي، فالقائمة الزرقاء او النافذة الزرقاء عند الاقلاع تظهر لك خيارين، خيار ويندوز 10 وهذا الخيار، نقوم باعادة تسميته مثلا ويندوز ريبير او ريكوفري كما تريد، ثم هنا هذه النافذة الزرقاء تظهر لمدة 10 ثواني او 5 ثواني تكفي، ثم تقوم بالضغط على سيف، انتظر يعني نجحت هذه العملية، وتقوم باغلاق كل شيء، انتهى كل شيء. الان عند اعادة تشغيل الويندوز نشاهد ما سيحدث. كما تشاهدون يظهر لك هذا الخيارين، ما عليك الا الضغط في لوحة المفاتيح على اسهم صعود ونزول او في الماوس تختار ويندوز ريبير او ويندوز العادي، فان كان خربان او كان في خطأ في الويندوز العادي يمكنك الاستعانة بهذا الويندوز الجديد لتنصيب تثبيت بالضغط عليه، تظهر لك خاصية. عند اختيار الخيار الثاني يتم كذلك إعادة تشغيل الجهاز والدخول مباشرة في هذه النافذة المعروفة لتثبيت نسخة جديدة بشكل عادي، ما عليك إلا اختيار Next، ثم هنا لتثبيت النسخة الجديدة أو الدخول إلى خيارات الإصلاح أو تصليح النسخة السابقة لما لا، أو استعادة إن كان لديك نسخة أو لديك صورة للنظام، لديك جميع الخيارات التي تريد. إذن كما شاهدتم طريقة عمل هذه الفكرة وهذا البرنامج وغيره، أتمنى أن يكون الدرس مفهوم ويفيد الكثيرين. إلى الشرح القادم بإذن الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، وسلام.